اهلا بيكم مره تانية معانا. عايز اقدم ضيفتي يعني بشكل مختلف، كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر ومديره فنيه وكل حاجه، وكمان بالاضافه الى العمل شغلها هي مساعده وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابقه، وكمان مستشاره رئيس الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره، و أختي العزيزة وصديقتي في النادي الأهلي تاريخ كبير، كابتن لميا مختار. نورانا ومشرفانا. ميرسي، وأنا يشرفني إن أنا أول مرة أطلع في قناة الأهلي، أطلع مع نجم وابن من أبناء النادي العزيزين وأخ عزيز يعني. ربنا يكرمك كابتن لميا، فعلا أنت أخت عزيزة جدا جدا جدا، وفعلا أثريتوا لعبة السباحة التوقيعية وقت ما كنت بتلعبوا، وحضرتك كنت بتلعبي مع الجيل بتاعك، كان النادي الأهلي في حتة مختلفة تماما. عايز أرجع معاكي لزمان وانت لسه لعيبه، قبل ما نشتغل وقبل ما نروح الشغل ونتعب ونلف ونروح العالم، خلينا نتكلم بس عن بداياتك في السباحه التوقيعيه داخل النادي الاهلي. هو انا ابتديت اصلا غطس. هي. يعني كنت بلعب غطس انا واخواتي، وبعدين كنت زي اي بنت بتشوف البنات بتلعب بالمزيكا وحاجات كده، فطبعا بالنسبه لي ده كان موضوع، كانت اللعبه لسه جديده، فوالدي الله يرحمه كان يحب جدا ان انا ابقى بلعب حاجه سيريس قوي، كان شايف ان دي لسه لعبه دلع شويه، مع ان هي مش دلع خالص، دي محتاجه 5 6 لعبات عشان تجهز وتلعبها يعني. فبدا يعمل لي زي ايه تحفيز كده، فيقول لي طب خلاص لو اتمرنتي كويس في الغطس انا هنزلك الباليه. فبدات لحد ما لقاني نزلت الباليه، اول بطوله نزلت طلعت الاولى. فبدا يقول لي، عايز اقول لك ان انا لعبت، فضلت العب باليه وانزل بطولات النادي في الغطس لحد ما كنت ثانويه عامه. الاثنين مع بعض. يعني كنت عشان النادي، عشان انت عارف نادي الاهلي طول عمره بينافس على الدرع في العاب الميه، دي حقيقه، والبنات بيبقى فيهم نقص في لعبه معينه، فكنت بنزل في الباليه وفي المنتخب كل حاجه وكل بطولات الغطس، لحد ما بطلت اخر يوم رياضه ليا كنت بنزلها الحمد لله يا رب، كنت بجيب ميداليات في كل البوردات. كنت بنزل سباحه. وسباحه، لا احنا عايزين بقى نتكلم بقى، كنت بتنزلي سباحه؟ كنت وكره ميه. هي دي زياده. ايوه كره ميه، كنا بنكسب كمان. احكي لنا كره الميه ازاي. بص يعني السيدات دلوقتي مش موجودين في مصر؟ لا مش موجود. زمان كان موجود، وكان في 4 فرق، كان الاهلي والجزيره وهليوبلس والزمالك، وكنا احنا بنلعب وكنا الحمد لله بنكسب كله. وبعدين الاتحاد برضو في الاول عمل ماتشات وعمل كل حاجه، وكنت بكسب بلبس نمره 10 عشرة. بس طبعا مع الفارق الرهيب من بيبو، بس انا عشان يعني بيبو هو الايقونه بتاعتنا، فكنت طبعًا دايما بلبس نمره 10. يعني لبست 10 عشان خاطر لبست 10، وبعدين كانوا دايما يقولوا لي بيبو وهم بيشجعوني في الماتشات، لحد ما بيبو طلع مره على البيسين يشوف الماتش، فالناس اتكسفت، فقامت تقول لي مارادونا. غيرنا لحد تاني خالص. لا علشان يعني برضه ما فيش اتنين بيبقوا في المكان. ما فيش اختلاف ان رقم 10 في النادي الاهلي هو ايقونه كابتن محمود الخطيب. طبعا كل الناس كانت بتحب رقم 10 وبتحب تلبس رقم 10 بالظبط، يعني اكيد عشان خاطر كابتن محمود الخطيب. فبس كنت بلعب الاربع لعبات وبنزل الاربع مسابقات، ويشرفني ان انا كنت دايما بساعد ولو بنقطه واحده في الدرع اللي احنا كنا الحمد لله دايما طول عمرنا بنكسبه يعني. كابتن لميا، لازم اقول لك حاجه مهمه جدا، اتعلمت ايه في النادي الاهلي؟ ده شيء مهم عشان الاجيال اللي جايه او الاجيال اللي بيتفرجوا علينا لازم يعرفوا احنا اتعلمنا ايه داخل النادي الاهلي. كبير وفي مبادئ وفي رولز، في اخلاقيات، في تيم شغل فريق مع بعض، تيم سبيريت فيه جامد جدا. بص احنا 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 في اي حته، اي حد طلع كان بيلعب في النادي الاهلي وراح مرن في اي حته تانية كان ليه نجاحاته، والفضل كله يرجع للنادي الاهلي. ومش بس، عايزه اقول لك على حاجه، مش بس كتدريب ومش بس في حته الرياضه، لا حتى في العيال، في الحياه العامه وفي الشغل. يعني لما بتطلع في حته في منظومه وليها مبادئها وليها قيمها وليها ثوابتها ومبادئها اللي احنا طول عمرنا متربيين عليها، ولحد النهارده انا ما شفتش في اي نادي من اللي انا شفته اللي انا شفته في النادي الاهلي لما كنت بلعب فيه. كل واحد عارف دوره وكل واحد ملتزم بدوره، وعندنا كبير والكبير بيحترم، وما نعرفش نخسر. انا لما كنت بخسر وبطلع التاني كنت بقعد اعيط، كنت بنهار. فحته ان انت زي بالظبط النهارده لما بنخلص بطوله احنا بنبص على اللي بعدها تاني يوم نكون بنده، نقول عايزينها على طول.
على طول هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. فنجاحاته ما كانتش بس مؤثره بالنسبه لي في التدريب، لا كمان في الحياه العامه، لانه انا افخر ان انا ابقى بنت نادي الاهلي بصراحه، وان انا اتاسست فيه.